السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله الفوز للفريق البركاني، ونتمنى ان شاء الله يكون تشجيع لي كبير بزاف، وانسان يتفائل خير للفريق البركاني، ونتمنى الفوز للفريق البركاني، وان شاء الله يكون تشجيع لي كبير، ونتمنىهم يكونش يتفادوا داك الشغب وداك الشيء يدوز على خير، ونتمنى الفريق البركاني التأهل. هذا الشيء اللي كنتمنوا ان شاء الله. السلام عليكم، انا بالجمهور ديال بركان. نتمنى ان شاء الله بركان يديروا الريمونت تاع غدوه ان شاء الله كما داروا مع صفاقس، ونتمنى اللعابه يكونوا رجال كما الجمهور غدوه غادي يكون رجال. وحنا خصيصا جينا من بلجيكا، انا جيت نتفرج الماتش، وكاين الجاليه راه جايه للبركان تشجعنا. وي اصحاب الرقاده تبارك الله عليكم. واش نقول لكم، ها هو الجمهور تاع دوك الانجليز، راه جاوا بالانجليز هذوك، صحاب الانجليز، صحاب بلجيك، صحاب فرنسا، تبارك الله عليهم راهم هنايا. ويتمنوا ان شاء الله هذا ميساج للعابه، كونوا رجال وديروا لنا ريمونتادا غدوة وما تحشموناش، وفرحوا الجاليه ولاد بركان وفيف بركان، وفرحوا المغاربه كاملين، واللعابة يكونوا رجال غدوة باش ما كان خصنا نربحوا. الجمهور معاكم يساندكم جوسكو بو جوسكا حتى الدقة التالية، وخص تمركيو لنا في الربع ساعة الأولى وقتلوا لنا الماتش بروميير ميتو، قتلوا لنا الماتش. ونتمنوا هذا الجمهور البركاني الحر، فهمت، اللي راه يهضر راه زعما رانا التيبي مازامبي ماشي شي فرقة اللي غيتخلعنا غدوة، خصنا اللي غيتخلعنا ولا كاين الجمهور كاين اللعابة الكرينتا. توقعوا النتيجة ديالك؟ النتيجة 3-0 إن شاء الله 100%، والجمهور راه معكم 4-4، وديما بركان وديما المغرب وغير في القجع ويحيى القجع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الإخوة في هذا الموقع والقناة ديال العمق على التتبع ديالهم والمواكبة ديالهم ديال واحد الحدث كبير جدا. طبيعة الحال مدينة بركان على موعد واحد العرس رياضي كبير من العيار الإفريقي الكبير. المدينه ديال بركان وفريق بركان عودنا باش يلعب المقابلات الكبرى سواء الوطنيه ولا الافريقيه. غادي نعيشوا حدث ديال نصف النهائي ديال الكونفدراليه، والامل ديالنا ان شاء الله وطيد، والثقه ديالنا وطيده في الفريق باش يمشي بنا للنهائي ونسجلوا الحدث كذلك كما سجلناه في السابق، بفضل المكونات ديال الفريق والمجهودات ديال الفريق اللي كلهم دايرين يديهم باش نوصلوا للمراتب مشرفه ان شاء الله. لا اللاعبين ولا المكتب المسير برئاسة السي حكيم، والدعم ديال الجميع والدعم ديال السيد رئيس الجامعة كذلك السي فوزي القجع، وجميع المكونات ديال الرياضة بالبلاد، لأن هذا ما يبقاش فقط فريق أو مقابلة محلية أو لا إقليمية، وإنما هي مقابلة وطنية عندها طابع وطني. هذه المعادلة هي الراية الوطنية، وإحنا في مدينة بركان الجمهور والساكنة وابناء الاقليم كامل وحتى ربما على الصعيد الوطني اكيد انهم غادي يتبعوا هذا اللقاء بواحد الشغف، وقلوبنا مع البرتقالي بطبيعه الحال، وان شاء الله سيكون تاهل من حليفنا، ونطلب الله المقابله تفوت في واحد الجو رياضي اخوي. الجمهور اكيد انه غادي يكون في الموعد كما عودنا دائما، وبالتالي غادي نتلقاو فرصه اخرى ويكون النصر حليفنا ان شاء الله، وشكرا.